منذ انطلاق أعمال مجلس النواب في فصله التشريعي الجديد وفي دور انعقاده الأول، وهناك قضايا كثيرة محل نقاش وجدل. كانت الصورة المقدمة إلى المجلس والتي استهدفت سمعة هذا المجلس في أوقات سابقة أنه مجلس لا يستطيع أن يقف في مواجهة الحكومة ولا يستطيع أن يتحدث باسم الشعب كما كان يقال ويتردد. وتناسى الكثيرون دور هذا المجلس السابق في إصدار منظومة قانونية حوالي أكثر من 850 قانون كانت من الأهمية بمكان، وتناسوا كثير من القضايا تصدى لها المجلس السابق. في هذه الدورة بدأ الأمر من خلال الحوار مع الوزراء ومناقشتهم وطرح العديد من التساؤلات عليهم ومواجهة ما جرى في الفترة من 2018 حتى الآن ومدى التزامهم بالبرنامج الحكومي. أمر ترك انطباع لدى الشارع بأننا أمام مجلس يمكن أن يقف في مواجهة الحكومة وجها إلى وجه. الحقيقة التي يجب أن تذكر أن رئيس المجلس المستشار حنف الجبالي أعطى الفرصة لكافة الاتجاهات بأن تتحدث وأن تعبر حتى وإن كان في الوقت المحدود الذي رأيناه، ولكن كان النقاش حرا والوزراء تحملوا الكثير من الانتقادات، وهكذا يجري الجدل ويجري الحوار لنصل إلى نتيجة محددة. حتى في اللجان التي لا يحضر فيها الوزير ترفع انعقادها إلى أن يأتي الوزير. ده كويس أن يبقى في مجلس قوي يواجه الحكومة، نتمنى أن يشهد استجوابات عارمة حتى نستطيع بالفعل أن نتبنى مشاكل وقضايا موجودة في المجتمع وأن نكون عامل مهم لصانع القرار الأول في كشف الكثير من المشاكل والأزمات التي يعانيها مجتمعنا والتي تتطلب من مجلس النواب بصفته المعبر عن الشعب وصوت وضمير الناس أن يتحدث بلسان الناس تحت قبة البرلمان. يمكن هناك وزراء استطاعوا بالفعل أن يقدموا للشعب المصري كشف حساب وقد لقوا بالفعل دعما من مجلس النواب، وهناك وزراء ربما كانت حولهم انتقادات عديدة، وسيظهر هذا الأمر في تقارير اللجان التي تصدر تباعا. عدد من النواب الذين تحدثوا، اخترنا الحقيقة عينة موجودة من النواب لنعود إلى ما جرى خلال الأيام القليلة الماضية. السيد النائب محمد أبو العنين تحدث في كلمته الموجهة لوزيرة الثقافة حول كيفية تشكيل الوعي المصري. تعالى نسمع السيد الوكيل محمد أبو العنين أيضا لنعود ونواصل الحديث. أنا الحقيقة زعلت من آخر دقيقة في حديث حضرتك لما جيت عند أهم موضوع لوزارة الثقافة وقلت أنا هضع مع قدامكم هذه الرؤية تشوفوا احنا عملنا ايه وناقص ايه. سوري معلش، هذا هو الموضوع الاول الذي يجب ان يكون على اجندة وزارة الثقافة. هذا اهم موضوع بروج فيه مصر، مصر الحديثة. احنا بنبني حضارة، حضارة جديدة بكل ما تشمله هذه الكلمة، وداخلين في عراق في خناقات في الداخل والخارج عشان نبث الثقافة الجديدة دي. هذه الثقافة الجديدة هي رسم الصورة الذهنية. مين اللي هيرسم الصورة الذهنية لهذه الحضارة بثقافة جديدة عشان اقول للعالم احنا بنتطلع الى مستقبل افضل، والشباب بتاعنا احنا في مصر والعالم يحس بيها ويبقى جزء مشارك منها من وجدان. احنا بنبني وزارة الثقافة، المشروع الاول بتاعها هو بناء عقل ووجدان الانسان المصري. إذن التارجت الأولاني اللي أنا كنت يعني أتمنى إنك تدعي بيه
تقولي نحن لدينا رؤى مستقبليه طموحه حققنا منها كذا وباقي تحقيق كذا عشان تحفز الهمم للشعب وللمجلس وللناس كلها ان احنا بنتكلم برساله عصريه متحضره. ده المهم. سوري معلش انا انفعلت ما انفعال وكان يعني سببه انا عارفه لان انا عارف العالم النهارده بتقيم الامم ازاي. لما واحد بيبني امه جديده او حضاره جديده بيقول انا برسم الفيجن 20 سنه قدام احنا رسمناها زي ما بفضل السيد الرئيس وده اول رئيس جمهوريه يعمل كده. انا اتمنى ان وزاره الثقافه تتبنى هذا الموضوع عشان يبقى ثقافه للشعب المصري كله ان طموحاتنا رايحه فين في كل المجالات. امام الجدل حول كلمات النواب وقف المهندس اشرف رشاد زعيم الاغلبيه النائب الاول امين عام حزب مستقبل وطن ليوضح الصوره وليقول ان المجلس يتيح للجميع ان يتحدث بنفس المساحه. تعال نشوف ثم نعود. حقيقه انا مداخلتي اللي تحمل بعض نبوات العتاب للاخ وهو عتاب ليس اكثر من ذلك لاحد الساده النواب اللي هم اتكلم فيما معناه ان حزب مستقبل الوطن قد ياخذ كلمات اكثر من حقه او حاجه بسيطه. انا طبعا اللي هقوله دي مش احصائيات يقينيه ولكن في النهايه ده شغل المكتب الهيئه البرلمانيه. حقيقه مستقبل الوطن في جميع بيانات الحكومه مجموعه 32% من الكلمات حتى الان، وده لا يتفق حتى مع حزب مستقبل الوطن، لكننا ارتضينا بهذا الواقع وارتضينا بشكل كامل واحترمنا في سيادتك واداره سيادتك دوما اعطاء الفرصه للمعارضه قبل الاغلبيه في ابداء وجهه نظر. حول الجدل عن التشريعات التي يقوم بها المجلس تحدث وكيل المجلس المستشار احمد سعد عن هذه التشريعات التي يقوم بها المجلس والتي تستهدف كما يقول خدمة المواطنين. تعالوا نشوف. السادة الأعضاء، تحت قبة هذا البرلمان قد تختلف الآراء وقد تتباين وجهات النظر وقد تحتد المناقشات، ولكن لا مساس ولا ضير طالما صدقت النوايا وتوحدت الأهداف وانصهرت جميعا في إناء واحد لتخرج لشعب مصر أفضل السنن وأدق التشريعات وأصوب القرارات. فلدينا مهام جسام وأعمال شاقة على جميع الأصعدة يعلمها القاصي قبل الداني. أسعى وزملائي من أعضاء البرلمان إلى إنجازها وإنهائها على أحسن ما يكون لكي تكون هذه الدورة البرلمانية علامة فارقة للعمل النيابي في تاريخ مصر الحديث. تحدث مع وزيرة الصناعة عن ضرورة نقل مصانع تدوير القمامة خارج الكتل السكانية في حوش عيسى ومناطق أخرى من البحيرة النائب علاء قريطة. تعالوا نشوف. نستغيث بك يا سيادة الوزيرة إن شاء الله إن أنت تشكلي لجنة وتتابعوا الموضوع ده، لان فعلا ده مش ميديا، احنا مش بنتكلم ميديا. انا من اول ما جيت للمجلس ده اول مره اتكلم، بس دي مشكله فعلا موجوده عندنا بتكلم فيها. يا ريت حضرتك تتابعيها. عايزين حاجه من الاثنين، يا اما ننقل المصنع ده في غرب الصحراء تبع البحيره، ده بعيد عن الكتله السكانيه. احنا يعني احنا بنحافظ على الثروه الداجنه، مش خايفين على بني ادمين. طلب المجلس بضرورة أن يتم الاهتمام بالرائدات الريفيات والاستماع لهن. تعالوا نشوف تقرير مقدم من النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات. حقيقة سيادة الرئيس اسمح لي طبعا يعني أن أنا دائما بنحاز للمرأة المصرية. احنا عندنا في الوزارة عدد 8 وزيرات وفي المجلس 162 نائبة، ويمكن دلوقتي لو حسبنا الأغلبية الفئوية نلاقي إن السيدات 50% زائد واحد اللي موجودين حاليا وليهم الأغلبية. فأنا بحيي سيادة الوزيرة وبحيي نائباتنا الفضليات. حقيقة سيادة الوزيرة أنا عندي رسالة مهمة من عظيمات مصر أيضا. حقيقة
أنا مش هقول الرسالة، لكن كالعادة فلاشة صغيرة والطلب من إحدى الرائدات الريفيات. الحقيقة بيأدوا دور كبير جدا معانا، خاصة أنهم كلمة السر في تنظيم الأسرة لمن لا يعلم. الحقيقة هم بيتكلموا تحديدا عن تأميناتهم ومعاشاتهم وما يتعرضوا له خلال تواجدهم بالقرى والريف والأحياء. النائب محمود تشكى نائب بولاق الدكرور قدم مقترحات للوزير كامل الوزير حول الاهتمام بالموانئ البحرية واستغلالها بصفته قبطان بحري في الأساس. تعالوا نشوف ماذا قال. افتخر وبتشرف ان انا اكون نائب عن بولاق الدكرور، ولكن انا حابب النهارده اتكلم في مجال تخصصي كقبطان بحري، وهتكلم في 4 نقط سريعا. النقطه الاولى يا فندم، احنا عندنا 3000 كيلو متر سواحل بحريه، مقارنه بدوله زي سنغافوره عندها 193 كيلو متر سواحل طول الساحل بتاعها، يعني حوالي 6.4 من طول سواحل مصر. ولكن سنغافوره بتحتل المركز الرابع عالميا في صناعه النقل الدولي. حضرتك يا فندم، مصر ازاي ما تكونش موجوده في خريطه صناعه النقل البحري الى وقتنا هذا، مع بالرغم ان احنا عندنا 50% من سواحلنا سواحل بحريه، وعندنا قناه السويس، وعندنا البحر الاحمر، وعندنا البحر المتوسط. محتاجين نركز شويه على الاقتصاد الازرق، لان احنا البنك الدولي بيؤكد ان في سنه 2030 الاقتصاد الازرق هيبقى الاول عالميا. عندنا 48 ميناء، يعتبر 4 منهم بس هم اللي موجودين على الورق، باقي المواني مهمله جدا. تحدث البرلمان حول كيفيه اداره المخلفات الصلبه، او تحدثت انها النائبه ميرفت أليكسان عضو مجلس النواب. تعالوا نشوف. الحقيقة منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 193 لسنة 2020، اللي هو أعطى 10 مهام تكليفية جديدة لوزارة التخطيط فوق عملها الأصلي، ومن هنا بدأ العمل الكبير لوزارة التخطيط على مستوى جميع الوزارات. معالي الوزيرة، عايز أعرف من سيادتك إيه هي الخطوات اللي اتخذتها الوزارة لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، والتي تم تكليف سيادتكم بها من فخامة الرئيس. عايزين ناخد فكرة عن الخطوات دي. الحقيقة حاجة للمحور الثالث ضمن البيان، وهو المتعلق بتنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية. أهم هذا اللي هو إنشاء صندوق مصر السيادي، والحقيقة من أعظم القوانين اللي اتعملت هو قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، اللي ضم الأصول الغير المستغلة داخل أراضي جمهورية مصر العربية. سؤالي يا معالي الوزير، هل تم الانتهاء من حصر وضم كافة أصول الغير مستغلة على أرض جمهورية مصر العربية بالكامل إلى الصندوق؟ وإيه هي عدد الأصول التي ضمت إلى هذا الصندوق؟ وكانت قضية الحديد والصلب هي من القضايا المهمة باعتبارها واحدة من أهم القضايا التي تحوز على اهتمام الشارع المصري. السيد النائب عمرو درويش أحد نواب التنسيقية، تعالوا نشوف ماذا قال. الحقيقة أنا بخصوص شركة الحديد والصلب أنا هتكلم في 3 جزئيات بشكل سريع جدا. أول حاجة إن شركة الحديد والصلب علشان خاطر توصل لمنتج نهائي محتاجة متطلبات أساسية. طن خام، فحم كوك، لبيد، حديد ظهر، صلب سائل، صب مستمر. الأزمة هنا في فحم الكوك، هي دي المشكلة الكبيرة اللي بتواجه شركة الحديد والصلب، مش أكتر من كده. النهاردة في مخاطبات وفي مكاتبات عديدة جدا كانت ما بين شركة الحديد والصلب وشركة النصر لفحم الكوك، بتطالب شركة النصر لفحم الكوك إن هي تورد كل الكميات المطلوبة لتشغيل الأفران الخاصة به شركة الحديد والصلب. عندي هنا جدول المديونيات، ان شركه الحديد والصلب في سنه 2017 سددت ما يقترب من 906 مليون جنيه من جزء من مديونياتها عشان خاطر شركه الكوك تورد لها الفحم المطلوب لتشغيل الفران، اللي لازم الناس تعرف كويس جدا ان الفحم لو قل في شركه الحديد والصلب لمده ضعيفه جدا الفران دي بتقف تماما وبتبوظ خالص. أنا عندي هنا مكاتبات محتاجين من معالي الوزير يردلنا عليها. المكاتبات دي راحت فين؟
النهارده لما شركه الكوك شركه النصر الكوك تطلب ان هي تطور البطاريه الثالثه عندها ويبقى في دراسات هنا دراسات جدوى من مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث في العلوم الهندسيه بكليه الهندسه اللي بتقول ان تطوير البطاريه الثالثه في شركه النصر وبتطالب وبتوصي الفريق الاستشاري للمركز بالاسراع في تنفيذ المشروع نظرا لاهميته بالنسبه للشركه وبالنسبه للصناعه القوميه ولا حياه لمن تنادي.